الرياضة بدول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان فريق نادي الاتفاق السعودي والنادي العربي الكويتي قد تأهلا للمباراة النهائية بالبطولة والتي أقيمت يوم الجمعة الماضية بالدوحة، وذلك بصفتهما بطلي المجموعة الأولى والثانية، وجاء تصدرهما بفارق الأهداف الأول على المحرق والثاني على الأهلي الإماراتي. وقد انتهت المباراة النهائية في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف، فيما نجح اللاعب جمال محمد من نادي الاتفاق في اقتناص فرصة ثمينة في الشوط الأول من الوقت الإضافي وسجل هدف فريقه والمباراة الوحيد، والذي استحق الاتفاق على أثره نيل كأس البطولة ولاعبي الميداليات الذهبية، وجاء النادي العربي الكويتي في المركز الثاني ونال لاعبوه الميداليات الفضية. وما يجدر ذكر أن النادي العربي هو بطل البطولة الأولى التي قيمت في الموسم الماضي. وقد جاءت المباراة النهائية متوسطة المستوى فنيا، غلب التحفظ والحذر على أداء الفريقين في وقتها الأصلي، وتغيرت مجريات اللعب في الوقت الإضافي بعد هدف الاتفاق السعودي. وقد شاركت في البطولة الثانية فرق أندية المحرق من البحرين والعربي القطري، الاتفاق السعودي، ظفار من عمان، والأهلي من الإمارات، والعربي من الكويت. وقسمت هذه الفرق إلى مجموعتين، صعد الأول من كل مجموعة للمباراة النهائية، ومبروك نقولها للاتفاق وحظ أوفر لباقي الفرق الأخرى. عربي هاجم، عربي يحاول هاجم أكثر في اللحظات هذه، وهذه خطرة أيضا، خطرة فعلا هذه باكورد، إنما عند حارس المرمى مبارك الدوسري. باس بدر راح يعلي الظاهر علاها فعلا عاليه، وسامي الحشاش قفز الراس يحطه بالجول في العارضه، ترجع مره ثانيه ايضا مشتركه تصل الاتفاق جمال محمد. حلوه يا شباب. كاس المسابقه الثانيه لكاس مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، صالح خليفه يستلم كاس بطوله مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. مبروك سعد الشيخ ثامر بن محمد آل ثاني صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد، الشيخ فهد الأحمد، الشيخ عيسى بن راشد الخليفة، سلطان الصقر السويدي، محمد محبوب من سلطنة عمان، يشرفوننا ويقلدون لاعبي فريق نادي الاتفاق كأس البطولة. وهارد لك لل